الدهر ينهره بالذل والمحن ستري بعيد وزادي لن يبلغني يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أنهلني السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم. من أكثر المشاكل التي قد تزعج كثيرا من الأزواج مشكلة اتساع المهبل عند المرأة، وتتعدد أسباب هذا المشكل لدى النساء لأسباب كثيرة، ومنها أولا التقدم في العمر وما يرافقه من انخفاض لهرمون الأستروجين، فيصبح المهبل أقل سماكة وأكثر جفافا مما يؤدي إلى توسعه وارتخاء عضلاته. كذلك الحمل والدورة الشهرية وما يرافقها من اضطراب هرموني يؤدي إلى اتساع المهبل. كذلك الولادات المتكررة وما يرافقها من تمدد عضلات الرحم والمهبل وصعوبة عودتها إلى الحجم الطبيعي. كذلك تناول حبوب منع الحمل والتي تؤدي إلى استنزاف هرمون التستوستيرون وتؤدي إلى جفاف المهبل وتوسعه. كذلك الخضوع إلى بعض العمليات الجراحية النسائية ومنها عملية استئصال الرحم. وهناك أسباب أخرى كحمل الأوزان الثقيلة عند ممارسة الرياضة بشكل متكرر أو حمل الأشياء المنزلية الثقيلة وتعرض منطقة الحوض إلى إصابة ما أو الدخول في سن اليأس، وهو أمر كذلك كثيرا ما تصاحبه هذه المشكلة، والإصابة بآلام الظهر المزمنة والإصابة بالحساسية المزمنة والتي تؤدي إلى العطاس والسعال المستمرين، والإصابة المزمنة بالإمساك وهو ما يعبر عنه العامة بتيبس البطن. ويعتمد علاج اتساع المهبل على درجة الاتساع، لكن يمكن في الكثير من الحالات تجنب الخضوع إلى العملية الجراحية والتي قد تتسبب في آثار جانبية متعددة، على سبيل المثال منها ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى بسبب رطوبة المكان وكونه مظنة للبكتيريا، وكذلك الشعور بآلام قد تدوم لمدة طويلة وحدوث تغيرات دائمة في الأحاسيس بسبب العمليات الجراحية. لتجنب ذلك نحن نصف لكم مشاهدين الكرام أبسط الطرق وأسهلها للحد من هذا المشكل. وهذه وصفات سهلة ميسورة يمكن أن تحد من هذا المشكل إذا استعملت بشكل إيجابي. يعني لا يكون هم المرأة هو إرضاء زوجها إلى درجة الهوس، بل تستعمل كل هذه الأعشاب بقدر الحاجة إليها وتستعملها من فترة إلى فترة. وعلى الإنسان عموما أن يهتم بالروح قبل أن يهتم بالجسد، كما قال الشاعر: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسد اسم إنسان. على بركة الله. الوصفة الأولى وهي وصفة قشور الرمان: تجفف قشور الرمان في الشمس ثم تطحن حتى تصير مسحوقا ناعما، ثم توضع في وعاء، ثم توضع على النار لتغلي، ثم يترك حتى يبرد، وتحفظ الكمية المتبقية في ثلاجة، ويستعمل كغسول أو دش مهبلي، يحقن بواسطة حقنة قبل الجماع بنصف ساعة، ويعمل منه 3 مرات في الأسبوع ليتم الحصول على أفضل النتائج المطلوبة. الوصفة الثانية وهي تعمل بالمصطكى: ثبتت فاعلية المصطكى في تضييق المهبل ومشاكل الجهاز التناسلي للمرأة. تطحن هذه العلكة وتوضع في وعاء، ويوضع مقدار من زيت الزيتون أو زيت السمسم، ويتناول منها مقدار ملعقة من الخليط يوميا على الريق صباحا. كذلك يستحب الأخذ منه قبل العلاقة الحميمية وبعدها. الوصفة الثالثة وهي وصفة مشهورة وهي خلطة الشب: لتحضير هذه الوصفة يجب إحضار أحجار الشب ثم طحنها جيدا ووضعها في القليل من الماء حتى
حتى تذوب، ثم يحفظ هذا المحلول في وعاء محكم، ثم يستعمل كدش مهبلي 3 أيام في الأسبوع. كما يمكن استخدامه قبل الجماع مباشرة، فهو يساعد في شد عضلات المهبل بسرعة، كما يعمل كمطهر فعال لمنطقة المهبل. الوصفة الرابعة والأخيرة، وهي طريقة لتضييق المهبل بالنشا. فالنشا يعتبر من أكثر المكونات التي تتمتع بفعالية عالية جدا في تفتيح الألوان الداكنة حول الجهاز التناسلي والتخلص من مشكلة الاتساع، ويعود السبب في ذلك إلى العناصر الفعالة التي يحتوي عليها النشا. ولتحضير هذه الوصفة، تخلط 2 ملعقة كبيرة من النشا مع كمية مناسبة من عصير الليمون وكمية قليلة من زيت الجليسرين. بعد خلط المكونات جيدا، تطبق هذه الخلطة على منطقة المهبل. عندما تجف هذه الخلطة، يغسل المهبل جيدا من تلكم المواد، ثم ينبغي تكرار هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. وأيضا هناك خيار آخر، وهو التضييق بالرياضة. هناك تمارين خاصة يمكن ممارستها في أي وقت، ولها نتيجة فعالة جدا في تضييق المهبل. ومن أهم هذه التمارين هو تمارين كيجل، الذي يقوي المهبل وعضلات الحوض بشكل كبير. ولكي يطبق هذا التمرين، يجب الوقوف بشكل مستقيم وشد عضلات المهبل للداخل قدر الاستطاعة. يشبه الأمر حبس البول. ينبغي المحافظة على وضعية الانقباض أثناء التمرين لعدة ثوان، ثم الارتخاء ببطء. تكرر هذه العملية يومياً، مع التركيز على زيادة الوقت الذي يمكن المحافظة فيه على انقباض عضلة المهبل. يجب أن يتم التدرب على ذلك أكثر فأكثر من اليوم الأول، والاستمرار على هذا التمرين يعطي نتائج مبهرة. وهذه العملية عموما توصف لشد عضلة الشرج المرتخية. والسلام عليكم ورحمة الله. لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلمها.